هذا يسأل عن إنسان أفطر قبل أن يؤذن المؤذن، لا ما يجوز أنه يفطر قبل أن يؤذن المؤذن، إذا أذن المؤذنون يفطر، لأن أذان المؤذن علامة على غروب الشمس. فلا، لكن ما دام أن المسألة يقول نصف دقيقة أو ما أشبه ذلك شيء يسير، فلعله إن شاء الله ما يكون عليه قضاء، لكن أخطأ، أخطأ في هذا حيث تعرض للخطأ، فيصبر لما يذن المؤذن يفطر مع الناس. نعم.